بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في درس جديد من دورة إنشاء وتطبيق نظريات الجودة طبق المواصفات ISO 9001. اليوم بإذن الله هنكمل الدرس السابق المتعلق بالمرحلة الخامسة من مراحل عمل مشروع نظام مدارة الجودة. هي كانت بناء وتكوين فرق العمل. اتعرفنا في الجزء الأول عن ما معنى فرق العمل، فين تركيب فرق العمل، هيكون في الهيكل التنظيمي ازاي انعقاد فرق العمل. اليوم باذن الله هنتعرف على انواع فرق العمل، ايه فرق العمل المطلوبه، ازاي هتكون تشكيل فرق العمل دي، ايه هي مهام فرق العمل، وايه يعني كده نصائح على اساس احنا نصل فعليا لفرق عمل يكون منجزه، فرق عمل فعاله في نظام اداره الجوده. زي ما خدنا في الدرس اللي فات قلنا احنا بشكل عام انه التنظيم الاداري لتطبيق الجوده، قلنا ان احنا عندي مجلس جوده تمام، هتكون طبعا من الاداره العليا مع طبعا هيكون في استشاري جوده، هيكون هو كاستشاري للمجلس ده. بعد كده هبثق من الكلام ده كله اللجنه الدائمه للجوده، هيكون مثلا المدير التنفيذي زي ما قلنا مع يعني مدراء الدوائر. وطبعا ده هنبثق منه فرق العمل داخل المؤسسه، وفي فرق عمل رئيسيه تكون في موجوده في الادارات، مثلا فرق عمل في اداره الانتاج، فرق عمل في اداره التصميم، فرق عمل مثلا في دائره الشؤون الإدارية وما إلى ذلك، في فريق تحسين مستمر، هيكون فريق عمل عام داخل المؤسسة. فإن فرق المهام المحددة تكون فرق مهام محددة، مثلا زي فرق علاقات الجودة تجتمع على أساس حل مشكلة معينة داخل المؤسسة. طبعا في وحدة ضبط الجودة هي الموجودة داخل المؤسسة، هي هتنسق مع كل الفرق دي. فهي زي ما قلنا احنا وحدة دعم الجودة هي فعلا هتقدم تسهيلات لتطبيق الجودة، هتنسق جهود التطبيق بشكل عام، هتنسق مع فرق العمل في نشر التوعية داخل المؤسسة، يعني هتكون احنا كده هتحدد البوصلة لفرق العمل ازاي فعليا يشتغلوا داخل المؤسسة. يعني نشوف مع بعض احنا فرق العمل اللي هتكلمنا عنهم، مهامهم، وازاي احنا هيتم تشكيل فرق العمل. نبدأ مع بعض فرق العمل الرئيسية اللي هي قلنا تكون مجموعة الإدارات. زي ما قلنا احنا في عندنا فرق عمل رئيسية، فرق العمل دي هي تشكل على مستوى كل دائرة أو وحدة تدخل في النظام، تشمل مدير الدائرة ومجموعة من الموظفين الفاعلين موجودة فيها. هيكون في طبعا تعاون تام مع وحدة ضبط وتقييم الجودة، هتكون دي فرق العمل دي زي ما قلنا مدير الدائرة مع مجموعة من الموظفين الفاعلين. مثلا عندنا بشكل عام كده، يعني مثلا زي ما قلنا احنا فرق العمل العام بيكون مثلا من 3 ل 10 أشخاص. طبعا هيكون الموظفين دول هيكونوا مثلا متخصصين في جانب معين، او متخصصين مثلا يعني يكون في داخل الدائره لكن من عده تخصصات داخل الدائره. مثلا على سبيل المثال دائره متعلقه مثلا في الانتاج، فيكون فنيين مهندسين وهكذا مع مدير الدائره. مثلا في التصميم زي حاجه في برضه مهندسين وفنيين، هيكون فرق عمل موجوده داخل الدائره. مثلا على سبيل المثال في دائره الهندسه في مثلا من هندسه الكمبيوتر، من هندسه مثلا الجوده وما الى ذلك، فيكون قد تكون فرق عمل متكون من متعدد من الاختصاصات، فيشمل يعني افراد من اختصاص داخل الدائره المعينه. و على اساس انه يتعاون مع وحده ضبط وتوكيل الجوده، هيكون طبعا في الهدف انه الاعداد وتخطيط النظام اداره الجوده، يعملوا الاجراءات العمل داخل المؤسسه، يعني على سبيل المثال دائره الانتاج ازاي اجراءات مثلا انتاج سلعه، ازاي النماذج اللي هيتم استخدامها، نموذج مين اللي هيتولى انه يوقع على الاجراءات الصحيه والوقائيه وما الى ذلك. قياس وتحليل فعاليه تطبيق النظام، احنا بعد فعليا يعني عملنا اجراءات الجوده وعدينا الوثائق وساهمنا في الاجراءات، طب ازاي هنقيس فعاليه تطبيق النظام؟ زي ما قلنا احنا هنعد وثائق نظام اداره الجوده، بعد كده نطبقه، بعد ما نطبقه نعمل نعمل له تقويم، نقيس تحليل فعاليته، بعد كده ضبط ومراقبه الجوده، هم هيشاركوا مع وحده ضبط وتوكيل الجوده في ضبط ويعني وتوكيل الجوده داخل المؤسسه. فالفكره عام بشكل عام هو فعليا هيتم توكيل يكون فريق عمل زي ما قلنا من 3 ل 10 اشخاص، مدير الدائره هيكون رئيس، يشتغلوا مع بعض مثلا في اي مشاكل موجوده داخل الدائره،
يوصفوا المشكله، يشوفوا اتخذوا اجراء فوري بالتنسيق مع مثلا مع وحده ضبط الجوده، يشوفوا ايه السبب اللي موجود، يعني سبب المشكله السبب الرئيسي ده اساس هم ايه، وحده مع وتعاون مع وحده ضبط الجوده يشوفوا فعليا ايه ازاي هم ايه يعملوا ايه اجراء تصحيحي اساس انه ايه يمنعوا يعني ايه يعني السبب ده انه يتكرر، يثبتوا من فعاليه الاجراء التصحيحي، بعد كده ايه يعني يشوفوا ايه اجراء وقائي كده يمنع تكرار، يعني ايه يكون في اجراء كده منهجي منظم، اجراء منظم اساس انه يمنع ايه تكرار الحدوث، ويتحققوا من ايه من فعليا الاجراء الوقائي يتم عمله بشكل ايه اساسي. فالفكره كلها بشكل عام دي فرق عمل ايه موجوده داخل ايه الرئيسيه داخل المؤسسه. فعلا ايه فرق ايه تحسين مستمر، دي طبعا ايه فرق تحسين مستمر يكون غالبا ايه على ايه يكون على ايه على ايه على كامل المؤسسه، في مجموعه من الافراد لها لديها مهارات وخبرات متناسبه من متعدد الاختصاصات، طبعا بتعمل معالجه ايه وحل مشاكل متعلقه بالجوده داخل المؤسسه. فرق ايه تحسين مستمر يكون ايه على ايه على كافه ايه يعني ايه على ايه على شاكله ايه المؤسسه، طبعا يكون تابع لدائره معينه او قسم بلغه العمليات الانتاجيه او الاداريه بشكل عام، طبعا يكون متابع مباشره للجنه الدائمه للجوده، ما يكونش مثلا مش تابع لدائره الانتاج مش تابع لدائره كذا، لا هو يكون فعلا متكون فعليا يكون فريق متعدد الاختصاصات، مثلا افراد من مهندسين من دائره التصميم، فنيين من دائره الانتاج، مهندسين جوده مثلا من عدد من مثلا مندوبي المشتريات، من مندوبي العلاقات العامه او خدمه دعم العملاء، ففعلا هم اي فريق عمل مكون متعدد الاختصاصات يعمل ايه تحسين مستمر لكافه ايه الايه الامور العمليات داخل ايه المؤسسه. ففرق تحسين مستمر لكافه ايه العمليات داخل المؤسسه مش تابع لدائره معينه او قسم معين، ثم بتمتع الفريق ده بقدرات وكفاءات لازمه اساس ما يقدموا حلول مناسبه للمشكله دي. طبعا يكون في قائد بتولي الاشراف على الفريق ده، مثلا يكون مثلا المدير التنفيذي للمؤسسه، تم اساس انه فعليا ايه يتاكد من فعاليه الاجراءات التصحيحيه والوقائيه ويعني ايه حل ايه المشاكل اللي ايه بتواجه ايه المؤسسه، طبعا له دور اساسي في تطوير مهارات حل المشاكل، طبعا ايه طبعا ايه تبني بناء جسور الثقه والتعاون وتحسين العلاقات بين اعضائها، لان هي هتشمل كافه ايه الدوائر داخل المؤسسه، طبعا مشاركه الافكار والاراء وجهات النظر الاخيره، انه فعليا ايه فعليا يعني هيشاركوا الافكار في كل العاملين، هم فعليا هيجتمعوا مثلا مع الدوائر فيها زي ما احنا ايه فريق عمل يكون متعدد الاختصاصات، فيجتمعوا مع ايه كتير من الدوائر فيتفاهموا مع المهندس مع الفني مع العامل وهكذا، فلازم يشاركوا الافكار والاراء اساس انه يوصلوا فعليا لتحسين مستمر لجوده ايه النظام. تمام كده؟ طب الفرقه الثالثه عندي احنا فعلا فرقه المهام المحدده زي ما على سبيل المثال زي حلقات الجوده، هي فعليا بتشكل بواسطه الاداره العليا عن ظهور مشاكل كبرى بتم حلها فورا، فرق مهام محدده بس في مشكله معينه زي ايه شكل مهم مثلا ايه لحل مشكله ايه المكن، في فرق معين مثلا ايه في الفاقد مثلا نسبه الفاقد عاليه كتير فيعني حدد مثلا والله قالوا انه ايه في مشكله مثلا ايه في المرتجعات او زي ايه فرق مهام محدده انه ايه لحتى ايه حتى نمنع احنا ايه يعني تفاقم المشكله دي، ونشوف احنا ايه ازاي نعمل احنا اجراء تصحيح على اساس ان ايه يعني نتلافى المزيد من العيوب والاخطاء وان ايه المنتجات غير مطابقه بنعمل ايه مرجعه وهكذا. في فرق زي ما قلنا ايه الذي مهمه محدده من نقطه ايه التنفيذ داخل النظام، على فرق عمل هام دي لها مهارات محترفه بلا شك، لازم يكون لهم مهارات محترفه من متخصصات معينه يتم اختيارهم لحل مشاكل ايه معينه من ايه اجراءات تصحيح وقائيه، هيجتمعوا عدد اجتماعات مطوله فتره زمنيه محدوده مثلا يحلوا المشكله دي مثلا خلال اسبوع اسبوعين، فدي فرق مهام محدده. لكن فرق العمل النوع الاول فرق عمل داخل الادارات قد يكون ايه يعني ايه فرق عمل اثناء الاعداد واثناء التطبيق واثناء التقويم، فرق عمل إيه وهكذا، فرق تحسين مستمر دائمه بتم ايه يعني ايه كل ست شهور مثلا ايه تجديدها وهكذا، لكن دي لا فرق مهام محدده خلاص بيجتمعوا لمهام محدده حلوها بتم ايه خلاص ينفصل الفريق او ايه او يتم ايه يعني ايه يعني ايه تكليفه بايه مهمه جديده وهكذا، فدي فرق فتره زمنيه محدده في احساس انه يحلوا مشكله معينه بمهارات معينه وايه يعملوا تقرير للجنه الدائمه للجوده على اساس حل ايه المشاكل المحدده اللي ايه اللي بتواجههم. فالفكره اللي احنا ايه عايزين نصنعها زي ايه زي على سبيل المثال زي ايه زي احنا زي عندنا حلقات الجوده لو كده حلقات يعني فرق محدده قد تكون هي فرق ايه يعني ايه داخل الهيكل التنظيمي تمام كده، فهي ايه يعني لها عمل معين، طبعا هي قد تكون تتشكل من ادارات مختلفه للشركه مثلا، قد تكون مثلا فرق من الانتاج من الجوده من التصميم من الموارد البشريه من اداره التسويق والمبيعات مثلا ايه، لان قد تكون ايه مهمه مش متعلقه مثلا يعني صح مهمه محدده قد تكون لها في ايه لها تفرعات من جميع اقسام، يعني مشكله مثلا على سبيل المثال في ايه في المرتجعات، طب هي في مشكله مش بس في الانتاج، اللي هي قد تكون في مشكله في تصميم المنتج، فقد في مشكله مثلا ايه ما عملوش صيانه كويسه للمكن، قد في مشكلة
مشكله مثلا ايه في التسويق او في التخزين، تخزين المنتج ده، فهتكون يعني المشكله هي صح مهمه محدده، فهتكون المسؤول عنها يعني ايه من ادارات مختلفه، فحسب ايه يعني ايه حسب المهمه اللي هم ايه يتم ايه تنفيذهم فيها. تمام كده، زي ايه زي ما قد يكون ايه كآلية عامة لاختيار فرق الجودة، زي ما قلنا احنا ايه هكون لجنة، طبعا اللجنة العاملة دار الجودة هيكون طبعا مشكلة مدير التنفيذي ونائبه ومجموعة من المستشارين وذوي الاختصاص لمتابعة تنفيذ المشروع. طبعا زي ما قلنا احنا ايه فرق عامة تشكل على مستوى كل دائرة او وحدة، يعني كده ده كلام يعني تأكيد اللي ايه اللي قلناه قبل كده. برضه احنا ايه نفهم الكلام ده كله، احنا فعليا بعد ما نعد النظام وبعد ما نطبق النظام طبعا بلا شك احنا كل دائرة هتنتسب 2 أو 3 من افرادها على اساس يدخلوا في دورة ايه تدقيق داخلي، هنعمل تدقيق داخلي عشان نتاكد فعليا ان احنا ايه تم تطبيق النظام الموثق ايه حسب ايه ما تم التخطيط اليه. فالفكر كله هيكون يعني تدقيق داخلي، طبعا مش معقول انه ايه العامل هيدق عامل الاقام فيه، لا احنا فعليا احنا ايه يعني هيكون هنا ايه كل دائره تنسب كده 2 أو 3 يدققوا على ايه العمل الموجود في الدائره، لكن ده مش معنى انه ايه هيدققوا على العمل اللي هم ايه قاموا فيه، لكن ايه قد يكون ايه مثلا دائره مثلا تصميم قد تشرف مثلا ايه يعني مثلا هي هي موكله 2 أو 3 منها حاسس ايه يشتغلوا مثلا على امور متعلقه مثلا ايه في الانتاج وهكذا، الانتاج متعلق بالتصميم على اساس انه ايه ما يكونش اي ما يكونش كل عامل وفعليا يشرف على العمل ايه يدقق على العمل ايه اللي قام فيه. فده بشكل عام كآلية اختيار فرق العمل. طب احنا قلنا قبل كده احنا قصه حلقات الجوده وان ايه قد يكون يعني ايه من فرق المهام المحدده ارضن يكون فعلا ايه حلقات جوده زي او بيسموها دوائر مراقبه الجوده اللي هي كواليتي سيركل. زي ما احنا عارفين احنا يعني ايه حلقات جوده، قلنا قبل كده هي انا في عندي مجموعه من العاملين تمام مكونه من وحده انتاجيه معينه مثلا من الانتاج مثلا حلقه جوده من دائره الانتاج او من دائره التصميم او دائره المشتريات، فده بناء على موافقه الاداره بشكل تطوعي بيجتمعوا بشكل منتظم مثلا في بيشوفوا اي مشاكل موجوده داخل الدائره دي بيشوفوا ايه موضوع حلول ليها ايوه طبعا تنسيق مع وحده ضبط الجوده وبيقدموا توصيات لتحسين الجوده والمنتج. فطبعا دي بلا شك كانت بدايه انتشارها في اليابان في اول الستينات في اجتماع الدوام الرسمي او بعد الدوام الرسمي، زي ما هي مجموعات صغيره بيعملوا في عمل مماثل او متشابه اجتماع لمده ساعه قد يكون مثلا ايه بشكل عام انه على الاقل لمده ساعه في الاسبوع بشكل منتظم، انه ايه برضو ايه قد يكون برضو هم يساهموا برضو في تغيير اتجاهات العاملين اتجاهات اكثر ايجابيه، مش بس فقط انه ايه حل المشاكل او انه بس انه ايضا انه ايه يحسنوا من توعيه لي يعني يحسنوا من إيه النظره للجوده وايه يوعوا العاملين الى اتجاهات اكثر ايجابيه ايه متعلقه في الجوده. طبعا اعداد المرؤوسين برضو لتنبؤ مناصب اعلى في المستقبل حتى انه يكون برضو لهم إيه صلاحيات تمام، انه المشرفين دول العاملين دول هم بيحللوا مشكلات بضعوا الحلول لهم ايه لهم صلاحيات انه يحطوا الحلول وحاسس انه ايه انه يضعوا فعليا يعني اساس ل يعني ايه تطوير المنتج وايه يشوف فعليا فين اوجه القصور وازاي فعليا ايه يعني ايه يعني ايه يحلوها ويبعتوا يعملوا توصيات لوحده ضبط الجوده. فبشكل عام كده احنا كفرق عمل موجوده داخل الدوائر او فرق تحسين مستمر الموجوده على ايه كامل المنظمه او فرق مهام محدده تكون يعني بشكل رسمي او حلقات جوده بشكل تطوعي، كده بشكل عام نقدر نقول ك يعني فرق انواع من فرق العمل ده هو شغلها انه فعليا هي هتجتمع تشوف ايه المشاكل تضع حلول ليها تتخذ ايه الاجراءات الصحيه والوقائيه عشان تزيل السبب الجذري للمشاكل دي و برضه تساهم في اعداد وثائق الجوده وتساهم في تتاكد فعليا ان احنا ايه طبقنا النظام بشكل كويس وحتى ان احنا ايه يعني نصل فعليا انه ايه يعني زي ما قلنا الجوده مسؤوليه الجميع مش فقط مسؤوليه وحده ضبط الجوده، لا هي الجوده مسؤوليه الجميع انه كل العاملين داخل المؤسسه وفعليا هيشتغلوا ويكونوا ايه يعني ايه كفرق عمل ليساهم يساعدوا وحده ضبط الجوده في تطبيق الجوده داخل المنظمه. طب احنا بشكل عام ممكن حد يقول لنا طب احنا هنشكل فرق العمل ازاي او ايه يعني ايه هي مراحل بشكل عام تشكيل فرق العمل؟ زي ما احنا عارفين احنا في عندنا 5 مراحل يعني اساسيه لتشكيل فرق العمل. هي اول مرحله هي مرحله التشكيل بشكل عام هي فورمينج، انه ايه بشكل عام انه هيكون ايه يعني ايه انتقاء افراد فاعلين ذو كفاءات داخل المؤسسة تمام داخل الدائرة مثلا على سبيل فرق العمل داخل الدوائر بيشوفوا ايه فرق عمل يعني افراد متخصصين ذو كفاءة يكون ايه يعني ايه من يعني مراحل عمرية متقاربة بس يكون ايه ينتقلوا من ايه المرحلة الفردية للمرحلة الجماعية تمام. تم تعيين قائد للفريدية زي ما احنا فاهمين ايه
اعضاء المؤسسه، وفي عنا قائد، ونكون في سكرتير داخل الدائره على اساس تحرير محاضر الاجتماعات او ايه تنسيق لي يعني ايه جدول الاجتماعات، بيحددوا المهام زي ايه المهام المطلوبه منهم وزي ايه كيفيه انجازها، في عمليه ايه تشكيل ايه فرق العمل. تمام كده مرحله ايه مرحله العصف الذاتي، العصف إيه الذهني بسموه اللي هو ايه بسموه ستورمنج. تمام كده إيه المرحله الثانيه بيكون لما هم بعد ما يجتمعوا حددوا المهام بتاعتهم وازاي ينجزوها ازاي، فعليا بيشوف فعليا ازاي يعني ايه الحلول اللي ممكن ايه يقدموها. تمام كده ايه ازاي هم يساهموا في فريق العمل، هيعتمدوا على مهاراتهم المهنيه والفرديه، وهيكونوا ايه يعني كده ايه يعني ايه معايير، يحطوا كده معايير للعمل داخل الفريق، ويحطوا ايه يعني ايه تصورهم لحلول ولحلول مشاكل الجوده ويعني ايه مواضع تحسين مستمر داخل ايه المؤسسه. طب بعد كده هو بعض مع تم تشكيل الفريق وتم يكون عصر ذهن ستورم، بعد كده ايه عمليه زي ما قلنا معايير نورمنج، بتم التوافق على المسؤوليات. تمام كده تم تحسين تم يعني ايه وضع الادوار داخل الفريق، مثلا ده ممكن مثلا ايه الشكل العملي ده، ولا عامل تقارير ده مثلا عامل الاجراء المعين وهكذا، اذا في عنا ايه يتم المشاركه في حل المشكلات، يتم ترتيب اللي ايه يعني المسؤوليات، تكون ثقه متبادله داخل المؤسسه، وتم ايه يعني ايه وضع المعايير القواعد الاساسيه عمل الفريق. طبعا بعد كده بيتم ايه الانجاز، يعني بيتم بعد كده ايه مرحله الانجاز اللي هي بيرفورمينج، فعليا ايه بيتم اتخاذ الاجراءات العمليه للتنفيذ، البشر بالتنفيذ بيتم ايه بينزلوا لارض العمل بينفذوا، تمام بيشخصوا المشكلات ويحلوها. تمام كده بيشوفوا ايه نقاط القوه اساس انه يقووها، نقاط الضعف اساس يعني يحلوا يعني يتلاشوها. تمام كده ثم يكون في ارتباط وايه ويكون ايه يعني ايه جو من ايه انه عمل الفريق الفعلي والانجاز والانتاجيه، اساس فعليا هم يكونوا حلوا المشاكل ايه اللي بتواجههم. طبعا بعد كده ايه المرحله الخامسه مرحله الانهاء هي ايه الجورنينج، المرحله اللي يكون ايه فعليا هم حققوا الاهداف، فعليا انتهى الفريق من المهمه وحقق الاهداف، فاما الفريق يا اما بينفصل الفريق عن بعضه. تمام كده او انه ايه بتم تكلفهم بتحقيق اهداف جديده، هل ايه الفكره بشكل عام. طبعا ده من خلال الكلام ده كله هم فعليا بعد ما انجزوا المهمه هيكون فعلا في تقدير من المؤسسه بشكرهم على عمل العمل اللي قاموا فيه، يكون في مثلا حوافز ماديه او معنويه على ايه لادائهم اللي هم اللي تم تكلفهم بها. فبشكل عام كده كان مراحل تشكيل فرق العمل خمس مراحل، تشكيل فورمينج، تم تشكيل الفريق بشكل عام، وتم تحديد مين هم الافراد اللي المسؤوله يكون يعني اعضاء فرق العمل، بعد كده العصف الذهني ايه يكون العصف الذهني ستورمنج ليه ان فعلا يشوفوا ايه المهام الموجوده وازاي يعملوا ازاي وهكذا، حطوا المعايير حطوا المبادئ ايه وزعوا العمل الانجاز بيرفورمنج فعليا ايه مرحله اتخاذ اجراءات العمليه للتنفيذ ونزول لارض العمل، بعد كده ايه انهاء مرحله ايه تحقيق الاهداف. دي كانت ايه كده مراحل تشكيل العمل بشكل عام. كده احنا بشكل عام عرفنا انه ازاي هنبني فرق العمل، ايه فرق العمل هتكون موجوده معايا كفريق ليه داخل الادارات يعني ايه وضع الاجراءات العمل، وضع نماذج العمل، وان هو ايه يساعده وحده ضبط الجوده في ضبط وتوكيد الجوده داخل الادارات، فرق تحسين مستمر على شيء كامل المؤسسه، فرق مهام محدده ليه اذا كبير عندنا مشاكل فنيه مشاكل هندسيه يكون ايه بتشكل لي حل المشكله دي، وايه تم يعني ايه يعني ايه ضمن جدول زمني معين ضمن ايه فتره زمنيه معينه. تمام على اساس انه ايه يكون عندي فرق عمل موجوده داخل الادارات وتساعد ايه وحده ضبط الجوده في الكلام ايه في اعداد وضبط ايه الجوده. كده بشكل عام احنا كده يعني ايه مشينا في بشكل كبير كده في مرحله الاعداد، باذن الله في الدرس القادم نبدا بعض مرحله اعداد نظام اعداد الوثائق نظامات الجوده، نشوف يعني ايه الوثائق اللي يتم اعدادها. تمام ازاي يتم اعدادها، حس بعد كده نبدا فعليا في عمليه ايه هي اليات تطبيق نظامات الجوده. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.